شروط الحصول على قرض بدون فوائد وقسط شهري أقل من 300 جنيه للموظفين وأصحاب المعاشات. يحرص بنك ناصر الاجتماعي على تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات الموظفين ومن ضمنها القرض الحسن كأحد خدمات التكافل بحد أقصى 10,000 جنيه وبدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض. وحرصا من الجريدة العقارية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة، ننشر لكم تفاصيل وخطوات الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي. أولا، شروط الحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي: ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، تقديم ضمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحويل القسط والمرتب إلى البنك. أما في حالة الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي فألا يقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك. ثانيا، تحويل القسط أو المعاش على البنك في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضمان من المعاش بالجهاز الإداري للدولة. أما عن الخطوات فخطوات الحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي تتمثل في الآتي: صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن وتكون سارية، الرقم التأميني للمقترض والضامن أو المستفيد، بيان مفردات مرتب أو معاش للمقترض ومرتب الضمان. في حالة قرض الزواج تقدم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية لا تزيد مدته عن 7 سنوات. وفي حالة قرض العلاج تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وفي حالة قرض الحالات الملحة أو الطارئة تقديم المستندات الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.